السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا متابعينا الكرام. مع التغيرات المناخية وتغيرات الطقس في مصر اليوم 29/8 في ولاية صفاقس، عاصفة ترابية تخيف وتثير الرعب على الشواطئ في تونس. ننظر إلى هول المنظر، منظر مرعب، وها هي تتوالى الرسائل الربانية والنذر الإلهية، ويحذر الله سبحانه وتعالى كل دول العالم وكل الشعوب بإرسال جنوده، جند تلو الجند. ها هي العاصفة الترابية تأتي شواطئ تونس، ويجب علينا جميعا أن نتعظ. بالأمس كانت أمريكا وقبلها الصين والمكسيك وبولندا وأوكرانيا وتركيا واليونان والسعودية والإمارات، كل هذه نذر ورسل يجب أن نتعظ، ومن لم يتعظ فهو غافل. كل هذه التغيرات التي تأتي في غير موعدها يجب أن تكون إشارة لأمر ما وتحذيرا من أمر ما، ولا أحد يفكر أو يخطر له على بال أن هذه الأمور من تدابير بشرية، بل هي رسائل ربانية لعل البشر يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل الدول الظالمة ترجع عن ظلمها للشعوب الضعيفة. ويجب أن نفكر عندما نرى تلك الأمور، ماذا أخطأنا في حق الله؟ ماذا ارتكبنا من مظالم في حق الشعوب المقهورة، مثل الشعوب في غزة وبورما وباقي دول العالم مثل مسلمي الإيغور؟ هذا المنظر منظر مرعب. وها هي السلوب والأمطار تنزل في غير موعدها في ولاية سيدي بوزيد في تونس أيضا. ورياح أيضا وعواصف في سيدي بوزيد بعد الأمطار والسلوب. 29 أغسطس/2021. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.